انا من خلال اليوبوليس ما حبيتش، ما قدرتش، ما عنديش الوقت ولا لي مويان باش نعرج على كل ما صرا في 58 في 845. بالعكس هذه كانت راح تكون غلطه من عند المخرج، اذا كان اي مخرج. اه بيان سور، هذا هو، هذه غلطه كبيره لو كان درتها، ان نحاول نكون نتبع طرف كل الاحداث. بالعكس انا حاولت نحصر الاحداث في قصه، قصة عائلة زناتي كيفاش عاشت هذه الأحداث، لأن أنا بالنسبة لي متأكد من خلال واش قريت واش تعلمت من خلال السينما العالمية، أنه مهما كان التاريخ الخيال هو اللي يساعد باش تحكي التاريخ. وأول ثانيا احنا مش مؤرخين، أنا مانيش مؤرخ، مانيش كاتب تاريخ، أنا مخرج فيلم. إذا اختياري لفيلم إليوبوليس والموضوع تاع إليوبوليس، إليوبوليس هي منطقة فيلاج صغير جاي كيما ميليزيمو كيما بوتي كيما دوتر فيلاج جايين قرب قالما. علاش علاش إليوبوليس؟ لأن أنا وريت باللي في إليوبوليس من خلال مقطع واحد أنه كاين هاد العائلات الكولون اللي عايشين في هاد المنطقة كيما المناطق الأخرى، كاين مئات الجزائريين اللي تحرقوا في لي فوراشو تاع ان دومين اسمه لافي، كان ساكن قاطن في اليوبوليس. اذا هذه سي لا سامبوليك، انا نحب لا سوجيستيون، حبيت نوحي عبر مقطع او اثنين على واش صرا في اليوبوليس. لكن لما تشوفي الفيلم اليوبوليس كان عايشين فيه مسلمين، عايشين فيه كولون، وكان عايشين فيه بطريقة عادية. ومن بعد بدأت الحالة، علاش أنا الفيلم تاعي يبدأ من 1940، على ما بديتش في 1945 ونتطرق مباشرة تاني للأحداث؟ لا، الفيلم تاعي ما هوش فيلم ثوري، فيلم بسيكولوجي أو شيء، فيلم سياسي. الفرق هو في نوعية الكتابة، لازم تكون شوية بلو بروفوند، أعمق من أي سيناريو تلفزيوني. كذلك من ناحية المونتاج، مش التصوير، لأن التصوير يعني نفسه، لكن من ناحية المونتاج كذلك القراءة، لأن اشتغلت مع التقنيين غير التقنيين اللي نخدم معهم في 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 المونتاج التلفزيوني. كل صورة في السينما تعبر عن حكاية، ماشي كيما في التلفزيون وين نقدروا عندك العمل التلفزيوني، عندك عندك العمل التلفزيوني، عندك مشاهد، مشاهد يشوف القصة، يتبع القصة، يحب يشوف إذا كانت القصة فكاهية أو درامية، لكن ما يعطيش أهمية كبيرة للتقنية. عكس السينما وين لا تكنيك اللي امبورطونت، يعني كي نقول لك لا تكنيك ماشي غير الابهار في الصوره ولا في الصوت او لي زيفي سبيسيو، نو، حتى في طريقه التصوير، يعني طريقه المونتاج، لازم يكون تقطيع الافلام لازم يكون مختلف عن تقطيع الافلام في العمل التلفزيوني. هذا اللي تعلمته من خلال اليوبوليس. باش يفوت في ليزوسكار، باش يلحق حتى الاخر تاهيل تاع ليزوسكار، لازم ترويج كبير، ترويج عالمي، سياسه تاع ان افلام الجزائر ما تخلاش في تمويل الفيلم، انتاج تاع الفيلم، لا، تمويل الفيلم والترويج تاعو والبيع تاعو على انترناسيونال، حتى يكون نعطوا له اكثر حدود. الفيلم تاعي ان شاء الله يدي لا بالم دور ولا يدي الاوسكار دو ميور فيلم اترونجي، لان مؤمن بالفيلم تاعي، جي كرو بالفيلم، لكن ما يكفينيش، لازم يكون عندي، لازم تكون استراتيجي تاع الجزائر، تاع الدولة، تاع وزارة الثقافة والوزارات الأخرى، مش غير وزارة الثقافة، حتى الوزارة، حتى الوزارة الخارجية، وزارة الداخلية، حتى وزارة العمل، حتى يعني لازم تكون سياسة الجزائر باش متابعة. لازم تتابع السوتيان لو فيلم، لازم الفيلم يكون عنده ان سوتيان من طرف البلد اللي يمثل هالفيلم، حتى يكون عنده أكثر حدود باش نروجوا باش نبيعوا.